صباح الخير. البنوتة اللي أنا هعمل لها شير للأكاونت بتاعها، حاولت أعمل معاها ديو بس ما قدرتش، هي قفلت ديو عندها. لكن البنت دي عملت حاجة خطيرة يا عيال، عملت حاجة حلوة قوي 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 قوي، خطيرة بالنسبة لي. أنا بتابعها بقالي فترة، هي عراقية عايشة في مصر وعاملة دوكيومنتيشن لرحلتها للعراق. لو سمعنا دوشة من جيراني عادي، هما بس بيحركوا حاجات وبينظفوا تقريبا. المهم، فهي عاملة دوكيومنتيشن لرحلتها للعراق. انا عايزة اقول لكم على حاجة يمكن مش ناس كتير قوي تعرفها، ان انا ولد خالتي عراقيين، يعني ولاد خالتي عراقيين. فعايزة اوجه لهم تحية، نغومي وخلود ولميس ووسن وطارق، ولو نسيت حد فيه كلهم بسم الله ما شاء الله كتار، سامحوني. وعايزة اقول لهم كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. انا مامتي كمان اتجوزت وكتبت كتابها في العراق، وكانت دايما تحكي لي عن حكاوي خالتي الله يرحمها وعن العراق. ويعني رسمت في بالي صوره، انا مش عايزه اقول لكم حلوه قد ايه، يعني من حكاوي ماما. فلما شفت الفيديوهات بتاعه البنوته دي حسيت ان انا رحت معاها هناك لاول مره. يمكن الواحد بيبقى راسم صوره معينه، بس لما بتشوفه على ارض الواقع، ودي يمكن حلاوه السوشيال ميديا وحلاوه الناس اللي بتعمل محتوى من النوع ده، ان هي بتاخدك معاها في الرحله. فانا مش عايزه اقول لكم قد ايه اتبسطت ان انا لاول مره اشوف بغداد بالشكل الحقيقي. فعايزه اقول لها ثانك يو انك انت عملتي كده، واتمنى انه يتكتب لي في يوم من الايام اني ازور العراق، لانه بلد عريق جدا. وعايزه اقول لكم ان انا قلت في فيديو قبل كده ان انا امنيه حياتي ان انا اتجوز عراقي، واللهجه العراقيه تتمتع بكم غير عادي من الغنج، ودي يمكن الحاجه اللي يمكن مش ناس كتير قوي برضه تعرفها، يعني الدلع. وعايزه اقول لكم ان هم من اقنق الشعوب العربيه. اي نعم، احنا طبعا اكيد لا ننكر ابدا ان لبنان هي رقم واحد، ولكن يا جماعه اللي عايش العراقيين هيعرف قد ايه هم انيقين بشكل مش طبيعي وكلاس جدا. فانا اتمنى انه ان شاء الله يتكتب لي، مين عارف يمكن السنه دي تبقى دي رحله الغير متوقعه، انا اروح اني ازور العراق. فعايزه اقول لهم تحياتي لكم لكل عراقيين، وانا احبكم هوايه. وبس يعني انبسطت جدا 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 لما شفت الفيديوهات بتاعتها. عايزه اقول لها استمري وانا متابعاكي، وعايزه اشوف كل التفاصيل وكل حاجه. وصباحكم زي الفل، صباح الخير.